قلب ايمي، النهارده بقى ان شاء الله هنعمل الزبيب مع بعض زينه. وعلى فكره الزبيب ليه طريقتين، مره عملته في البلكونه وقعدته من 4 5 ايام فوطه وحطيت الزبيب في النص بعد ما فردته وبعد ما حطيته على النار وقعد معايا 4 5 ايام، بس بقى ما اقولكمش على الحشرات وبقيت قلقانه على الدبان وعلى التراب اللي في الجو. فبصراحه الطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده دي اللي هي في الفرن دي اقيم واحسن وصحيا بالنسبه لي. اول حاجه معانا كيلو عنب مغسول فوق 5 6 مرات، معانا المصفى بتاعتنا، معانا ميه بتلج، ومعانا ميه على النار تمام، ومعانا نص معلقه كربوناتو ونص ربع فنجان زيتون زيت زيتون تمام. اول حاجه معايا ان شاء الله هنحط العنب كده دقيقه، وهنحط الكربوناتو تمام، وهنحط زيت الزيتون، هنحط دقيقه بس كده يا جماعه، وبعد كده طلعوا الميه التلج. كده بقى يبتدي ياخد الغلوة بتاعته دقيقة بس وهنبتدي نشيل على طول. نبتدي بقى نشيله على المية التلج. نقفل بقى النار هنا تمام. نبراته كده حلوة قوي بالتلج. نبتدي بقى نهدي التلج عليه كده شوية كده بقى خلاص. هناخده كده نصفيه يصفى بقى كده شويه من الميه بتاعته ان شاء الله، وبعد كده نشوف الخطوه الثانيه. كده بقى هبتدي افرط العنب. كده بقى فرطت العنب خلاص، هحطه في الصينيه اللي انا حاطه فيها ورق زبده. هقرب كده احطه بقى على درجة حرارة 180 لمدة ساعة، وهقفل الفرن بعد الساعة ديت واسيبه 12 ساعة جوه الفرن، مخرجهاش الصينية، وان شاء الله تشوفوا احلى زبيب معانا. الطريقة دي انا مجرباها بقالي سنين، وفرصة يا جماعة استغلوا الموسم بتاع اي فاكهة واعملوه في البيت، اوفر واحسن واضمن وارخص طبعا. كده بقى هنبتدي نحطه في الفرن 180 زي ما قلت لكم، وهنسيبه 12 ساعة في الفرن ونشوف ان شاء الله احلى زبيب. ورجعنا لكم تاني. كده احنا تاني يوم، بصوا بصوا جمال، جربوه بقى بطريقتي واكتبوا لي في الكومنتات، بصراحة جميل جدا. بس دي بقى نسيت اشيل منها العنقود بتاعها، نشفت زي ما هي. بصوا بقى هحطه في البطرمان، ما اقولكمش انا ببقى فرحانة كل ما بعمله، اوفر لي واحسن واضمن وانضف طبعا من اللي احنا نجيبه من بره. يعني بصوا جميل ازاي، في الزمن ده الواحد بيدور على النظافه
وكمان توفير في بيته، والواحد يستغل الموسم يا جماعة بتاع العنب، ولا ايه؟ اتفضلوا بقى معانا احلى عنب، قصدي احلى زبيب. مبسوطة ان انا كنت معاكم النهاردة، احلى شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي، وجربوا وقولولي. مع الف سلامة.